الصبح. لا مش اي حاجه تنزل على النت تصدقها. لا لا اشاعات يا عم، مش اشاعات، انا متاكد يا عم دي كلها اشاعات، ما تصدقش اي حاجه. لا مش اشاعات، انا مش بجد، انا متاكد ان هي المدرسه تاجل فعلا. انت مالك اتعصبتك يا ليه؟ يا عم ايه ده بس، انا معايا اللي يروقها. تعالى بره يا جدعان، انتوا بتعملوا ايه؟ تعالى بس بره. جرب ايه ده بس، اتعصبت ليه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ يا عم جرب بره. لا طبعا ما ينفعش، انا صحتي اهم، ده اكيد. دي هتنسيه كل حاجه اساسا. لا طبعا. انت كل مشاكلك على طول. اصلا اللي بيمشي في الطريق ده ما بيرجعش. مره مش هكررها تاني. عجبتك خلاص، ما عجبتكش. لا بدل ما انا اخليكم تبطلوا واشرب انا معاكم. تعالى بس جرب مره. امان؟ امان ايه ده يا بنتي اللي انت بتتكلمي عليه؟ البلد خلاص ما بقاش فيها امان، احنا ما بقاش عارفين نمشي من كتر ما الفوضى في كل حته. عندك حق، احترامة عدم يا بنتي، ده ولا الصغير بيحترم الكبير ولا الكبير كمان بيحترم الصغير، لدرجة البيت عصبي بيتشرب بعض السبب. والله عندك حق. مش لينا. ايوه. ايوه انا في حاجة؟ طيب ماشي، كان ممكن ترميها في الباسكت بدل الأرض. الناس كلها بتجري في الشارع. ماشي بس لو كل واحد فينا فكر تفكيرك ده البلد مش هتتقدم، واحنا عملنا الثورة عشان التفكير اللي زيك ده يتغير مش عشان حاجة تانية. عاجبك اللي هي عملته ده؟ كان ممكن تنصحيها بحاجه بلاش السلبيه اللي احنا فيها دي. معلش ما نرميش حاجه في الارض، لازم كمان الحكومه توفر لنا باسكت زباله كبير في كل شارع عشان ما نضطرش نرميه. ماشي، كان ممكن تمسكه في ايديها وتحطه في الشنطه بتاعتها، ما كانش هيحصل حاجه. مشكله بس ايه ده؟ انت مين انت اصلا وايش ده؟ خلاص بلاش فضايح، انا نمشي. ايه ده؟ ده بيعكس. يا استني استني، ازاي انا اشتغلت على طول؟
اشتغلتي؟ اشتغلتي ازاي؟ اول ما قصت شغل بابي جابولي. جابوليك ازاي ده؟ ما انت عارف اني اول ما قصت اي حاجه لازم تجيلي في وقتها. اه طبعا، ما هي البلد ماشيه بالوسط خلاص. هتروح فين؟ هاخد اي مركب واسافر على اي بلد خلاص. ده على اساس انك اول ما تسافر هتلاقي الشغل قدامك، تعالى اشتغل عندي. بس على الاقل هجرب احسن من البلد اللي مش عايزاني دي. بس انت عارف ان كده ممكن تموت اصلا، ده خطر عليك. انا كده كده ميت، مش فارقه بقى خلاص. خلاص انت حر، تعالى نغير الموضوع. خلاص زهقت من الدنيا اللي فيك، مفيش اي جديده، مفيش اي تغيير، كل حاجه زي ما هي. ايه يا عم، مفيش حاجه جديده تانية، وطريق الالف بيت بيبتدي بخطوه، بكره ان شاء الله كل المشاكل دي هتتحل. بكره اللي مش جاي، وازاي بكره هيجي؟ احنا مش بنتقدم، احنا بنرجع لورا، وفي كل يوم شباب بيموتوا، وشباب زي الورد بيموتوا، ودمهم بيروح هدر. هما ماتوا عشان بيحققوا هدف، مش معنى ان هما ماتوا يبقى راحوا هدر، الهدف لسه موجود وهيتطبق، هنبني ونعمر ونبدا تاني من جديد. ان شاء الله ان شاء الله، الكلام اللي انت بتقوليه انت مش مقتنع بيه اساسا. ازاي هنتقدم؟ ازاي وفي كل يوم شباب زي الورد بيموتوا، وفي بطاله وجهل وقرف. بطاله وهجر وادمان وزباله وجهل، احنا السبب في كل اللي بيحصل ده. لازم نبدا نغير من نفسنا. ليه الست اللي واقفه في تابوت العيش بتاخد حق غيرها؟ ليه ما نبقاش منظمين؟ ليه بتاخد دور غيرها؟ مع اننا لو بقينا منظمين كل واحد هياخد العيش وهياخد دوره وهنمشي. ليه الشباب اللي قاعدين على القهوه بيضيعوا وقتهم بالشكل ده؟ وليه بيدمروا مستقبلهم؟ ليه ما يدوروش على شغل؟ هما اكيد دوروا بس ما لقوش. بس ده مش معناه ان هما يقعدوا يدمروا حياتهم بالشكل ده. ليه الناس اللي ماشيه في الشارع ما بتحافظش على البلد بالشكل ده؟ ليه بيرموا زباله مع ان ده منظر البلد؟ يعني السائح لو شاف البلد مش نظيفه اكيد مش هيجي، هيشوف البلد مش نظيفه فبالتالي مش هيبقى فيه سياحه. احنا الخسرانين من كل ده. ليه الشباب اللي ماشيه في الشارع ما بتحافظش على البلد زي اخواتهم؟ ليه ما بيعاملوهمش زي اخواتهم مع انهم المفروض يساعدوهم ويساعدوهم لو حبوا ان هم يعملوا اي حاجه ليهم؟ ليه الست ما تسيبش بنتها تكمل تعليمها؟ او ليه ما تدخلهاش اصلا؟ مع ان ده حقها، لازم تاخد فرصتها، مش يمكن لو اتعلمت ولما تكبر تبقى حاجه؟ ليه الشباب بقوا عايزين يهاجروا؟ ما هو اكيد في سبب. ايه السبب؟ مش لاقيين وظايف؟ ما هم لو سافروا برضه ممكن ما يلاقوش وظايف. بس ده مش معناه برضه ان ده حقهم، المفروض يلاقوا وظايف. وليه بقى مش لاقيين وظايف؟ عشان الواسطه والرشاوي؟ احنا السبب في كل ده. ليه الناس بتاخد وظايف مش من حقها؟ لازم كل واحد ياخد حقه. ليه الناس مبقاش عندها ايمان وثقه بربنا اكتر من كده؟ لازم يبقى عندنا امل، لازم نبدا نغير من نفسنا، كل واحد فينا لازم يبدا يغير من نفسه. انت ايوه قوم ابدا غير من نفسك، ما تقولش مش هتيجي عليا ومش انا اللي هغير البلد. لا، ما انت لو قلت كده في كذا واحد غيرك هيقول كده. لازم تبدا. ليه انت تقلد الناس؟ ما تخلي الناس تقلدك، لازم نبدا بنفسنا. رغم كل المشاكل اللي انا شفتها النهارده دي، لكن كل مشكله كان في انسان لسه عنده امل، كان في الانسان اللي بيحل. ليه ما نبداش نغير من نفسنا؟ امتى نبدا نغير من نفسنا؟ امتى؟ امتى؟ صوتها الشجر والنخيل، وتعلم النجم البعيد السهر، وساب سما وسرح في موجك يا نيل حبيبتي، غنوتها غطان الحنان، شموسة صافية نورها ما ينطفيش، في حضنها بنرتاح ونلاقي الأمان، نعيش حتى نموتنا ليها نعيش، يا حلوة يا بلدنا يا نيل سلسبيل، بحبك انتي رفعنا راسنا لفوق، لو الزمن ليل ما يرهبنا ليل، شوفنا حرورنا يصحي شمس الشروق.
كلنا عشاق ترابها النبي. يا عبد الناصر